احنا كبرنا يا رمضان، يعني عشنا رمضان من الطفوله الى ان تبدل الجو العام لرمضان ما كانت. نعم ما كان شنو؟ يعني ما كان رمضان بهالصوره هاي. كان شلون؟ يعني هسه تباوع الاعلانات كلها اكل وشرب ومشاريب قبل رمضان تحس الناس يعني تروح اعمالها وهي صايمه وترجع، من ترجع ورا الافطار الناس تبدي الحياه تتحرك وتبدي من الجوامع والتراويح والتسابيح. يعني ما كان همها الاول والاخير هو الاكل، كان همه الاول والاخير يعني الاكل. هسه ما عاد يعني ياكل اي شيء موجود ويطلع يروح للجامع يظل ثلاث ساعات اربع ساعات يكمل التراويح والتسابيح وصلاه الوتر. زين واكو منهم هم بيبقى بالجامع يكمل صلاة الليل ويصلي الصبح ويرجع البيت، نام له ساعة ساعة ونص يروح دائرته. هسه ماكو هيك حالة، يعني ما تحس برمضان. رمضان هسه بالتلفزيون بس نشوف هاي. ان شاء الله موجود رمضان وموجودة اجواء استاذ العزيز ناسه واهله ولا انا مو متشائم. نعم اني دا اشوف الواقع. الواقع يعني شباب احنا بعمر الاخوان مو هاي ذبتنا ولا هاي امورنا. يعني رمضان نقضيه كله بالجوامع. هسه ماكو هالحالة هاي، يعني بدا الارتخاء بالمسائل اللي تلم الشباب وتوعيهم وتعلمهم دينهم. هسه ابسط شيء عوف الدين على صفحة الاخلاق، حتى الاخلاق تبدلت. حجي رمضان كريم عليك مرة ثانية، وربي يحفظك على أمة لا إله إلا الله.